كانت الساعة 12 نص الليل، كان الشارع فاضي ما فيهوش حد إلا أنا وإنسان بريء مسكين. كنا بندور على مكان أمين نلجأ إليه. مشيت كتير لحد ما تعبت، وأخيرا فكرت إني أدي الطفل البريء ده لأي إنسان عشان يربيه. دورت كتير على ناس ولاد حلال، لكن للأسف ما لقيتش قلب رحيم يعطف عليه إلا الأرض. ما هنش عليا أسيب وامشي عشان أشوف مصيره هيكون إيه. يا ترى مين اللي رماك الرميات يا مسكين؟ انا متاسف قوي يا استاذ، ما اقدرش اقدم لك اي خدمه. انت جعان وانا ميت من الجوع، انت وحداني وانا مقطوع من شجره، هعمل لك ايه؟ كل اللي هقدر اعمله لك اني اديك بالونه بلاش. اتفضل خد ادي بالونه بلاش، انبسط بقى يا حبيبي، انبسط انبسط انبسط. جري 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 جري. سلام عليكم. طب خد ادي بالونه تانية، ادي بالونه تانية. اسكت بقى اسكت. سلام عليكم. طب تعال 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 يا حبيبي، تعال تعال هشوف لك حد ابن حلال ياخدك يربيك. ده ولاد الحلال كتير قوي في الدنيا دي، قوي قوي. تعال بس بس بس, بس. السلام عليكم. بلا قاف يا شطابنا يا اخي. اعمل معروف يا حضره، العيل ده لقيته مرمي جنب الحيط بردان وجعان، خده ربي ينوبك ثواب عند الله. لا يا ابني ماخدوش، خده وديك عليه بالونه بلاش. وبعدين بقى في الليله المنيله يا جدع انت. اعمل معروف يا سعاده البيت، خده ربي يمكن ينفعك لما يكبر. وهينفعني بايه لما يكبر؟ هي القهوه دي ملكك؟ ايوه ملك. حضرتك عندك اولاد؟ لا ما عنديش. طب لما تموت مين هيورثك؟ خد الواد يورثك. فلا الله ولا بلد خركتك البلد بخلقتك المشلطه. اسمع يا حضرتك. واقفة واقفة. هي ايه اللي واقفة؟ الساعة واقفة. لا أنا مش بكلمك عن الساعة. أمال عاوز إيه؟ مفيش فكة. لا مش عاوز فكة. أنا شيء بارد، أمال عاوز إيه؟ أنا عايز أهديك بهدية عظيمة، تحفة هايلة. يا جدع أنت طلعت لي منين الساعة دي؟ تحفة إيه وهدية إيه؟ العيل ده بردان وجعان، عاوز يتدفى، عاوز يتغذى، وأنا راجل فقير وخالي شغل. خده اتبناه يبقى لك ثواب عند الله. اتبناه؟ طب ما تتبناه أنت. أنا؟ ده أنا عاوز اللي يتبناني. أو اسمع اخ، كلام في سرك، انا متجوز اربعه ستات. امال اربعه سباتي ومخلف منهم حضرتك؟ مخلف 13 عيل. لا عدد 13 ده عدد نحس، خد العيل ده عشان يبقى 14 وتكسر النحس. انت مجنون، دول بيطفحوا يومي 70 رغيف. طب وماله يا اخي؟ خد الواد ده طفحه وياهم يبقى لك ثواب. بقى انا عاوز انقصهم واحد تقوم تزودهم هم على هم. روح يا عم الله يحنن عليك. طب اروح فين بس؟ روح للجماعه الاغنياء اللي ما عندهمش عيال، وديه للمقتدرين، ومين عارف يمكن حظك يضرب ياخدوك انت راكر وياه. ايه
عودي. معايا عايز. عندنا مش عاوزين النهارده. ده اسمع من فضلك. الله، هو مش هنا ملجا ايتام؟ ايوه ملجا ايتام. امال ملجا عيان؟ طب خلاص، معايا عايز اللي تجيب اتفضلوا خدوه. ناخدوا ايه يا جدعان؟ هي تكيه؟ هي وكاله من غير بواب؟ هي جريبه؟ حضرتك تخبط الباب ونفتح ونكون نقول لك اهلا وسهلا؟ هنا في نظام، في اصول، وما نقدرش ناخده منك الا لما تتبع الاصول. دي فيها مسؤوليه عليا. طب اتفضل قول لي ايه هي الاصول؟ انا نقول لك، اولا تكتب طلب وتقدمه لكاتب الملجأ، وكاتب الملجأ يقدمه لسكرتير الملجأ، وسكرتير الملجأ يقدمه لمدير الملجأ، ومدير الملجأ يقدمه لمجلس إدارة الملجأ، ومجلس الإدارة يجتمع ويحدد جلسة، والجلسة تتأجل وتتأجل وتتأجل لحد ما يحلها ربنا، وبعد ما يحلها ربنا يجتمع المجلس ويبت في الطلب بتاعك يا إما بالرد يا إما بالقبول. خبر أبيض، ده يكون الواد كبر وبقى راجل. يبقى المسألة اتحلت. ما السلامة يا زلمة. اسمع بس من فضلك. يلا بلاش تكفى، اروح اعمل معروفات. اسمع يا لا مؤاخذة، ايه رأي حضرتك في الطفل ده؟ مش شكله حلو؟ حلو. مش دمه خفيف؟ خفيف. مش يستاهل الرحمة والعطف؟ يستاهل. تصوري لقيته مرمي في الشارع جنب الحيط، رميته واحدة مجرمة ما عندهاش قلب. مين هي؟ أمه. حضرتك شفتها؟ شفتها؟ ده أنا لو كنت شفتها كنت قطعت إيديها. إنما حضرتك باين عليكي ست طيبة وقلبك حنين، تسمحي تاخدي العيل ده. خدي ربي، ده هيحبك قوي. مش عارفك إنه هيحبني. هو معقول إن حد يشوف العينين الحلوين دول ولا يحبكيش؟ ده أنا نفسي إني أتسخط عيل صغير وأترمي في الشارع علشان تشيليني بإيديك الحلوين دول وتحبيني. خدي شيلي شيلي. في الحقيقة أنا لسه مش عارف إذا كان ده ولد ولا بنت، فلو طلع ولد سميه على اسمي وحيد ألفونسو، ولو طلعت بنت سميها. هو اسمك كريم إيه؟ اسمي دهب. دهب، يا سلام وسلم، عشت الأسامي يا ست دهب. لو طلعت بنت سميها على اسمك الحلو دهب. ربنا يكبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري، وخاطر وحيد إذا كان ولد، وذهب إذا كانت بنت. سلام عليكم. اسمع. نعم. أنا كان بودي، لكن ما أقدرش. خد. ليه بس يا ست ذهب؟ ده هيحبك قوي، ده هيزعل علشانك قوي، ده هيعيط قوي. عيط. ايه رايك يا حلو بقى؟ ما حدش راضي يعبرك ابدا. انا مش قادر اقول لك اتفضل عندي في البيت، لاني حالتي المنزليه لا ترضي عدو ولا حبيب. اقول لك اوديك الكراكون بقى وامري الى الله، مش محضر تحري استحمل عشان خاطرك. يلا بينا يا ابني على الكراكون. بس طول بالك، معلش. خلاص هنروح البيت، انما بشرفي الكراكون اريح لك في البيت. انت حر.
ها عملت ايه؟ خلاص يا مرات عم. خدفتيها في النيل؟ ايوه يا مرات عم. وشفتيها لحد ما رقت؟ ايوه يا مرات عم. حد خد باله وانت بترميها؟ حد شافك؟ محدش شافني غير ربنا. الحمد لله. البنت دي لو كانت عاشت كان جابت العار للعيله، كان بقت نقطه سودا ما تمحيهاش السنين. اتصور يا سيمونير بيه يا سليل المجد والشرف لما كانت الناس تعرف ان دي بنتك. ومن مين؟ من فاطمه، فاطمه الخدامه الوضيعه. هي المظلومه، دي هي اللي مجرمه. بقى يصح ان خدامه فقيره تعمل مقامها بمقام اسيادها، تعشق واحد من اسيادها، دي تستاهل ضرب النار ضرب الرصاص. هي واللي ضحك عليها. دي هي اللي ضحكت عليا، دخلتني في اوضه كده وشايتني حاجه في كوبايه، تهت عن الدنيا خالص. ولما قمت من النوم لقيت نفسي كده. المهم ان البنت ماتت واندفنت هي والفضيحه في النيل، عقبال ما امها تموت جت هدا هي تاخدها زي ما خدت بنتها. امشي شوفي اذا كان ماتت ولا لسه. انا متهيألي ان دهب بتكذب. تكذب وهي دي تعرف تكذب؟ دي هبله. مفيش حد اهبل دلوقتي، انا مش مطمن للكلام اللي قالته. الله، انت هتغوشني ولا ايه؟ يلا بينا نشوف. عملوا فيها ايه؟ قولي، قتلوها؟ خنقوها؟ لا ابدا، بنتك في امان وطيبة بخير. انت بتكذبي علي، انا ما صدقكيش. قتلتوها عشان تخلصوا منها؟ انت بتداري على اهلك. احلف لك انها بخير. احلفي على المصحف ده. وحق هذا المصحف ان بنتك موجودة وطيبة بخير. موجودة فين؟ عند راجل طيب، ابن حلال، يعرف ربنا حيربيه. احرسها يا رب واسترها واكفيها شر ولاد الحرام. اسمعي يا ست ده، انا حاسة ان ساعتي قربت وحقولك على سر. انا بيني وبين ربنا عمار كبير، منير بيه اتجوزني على سنة الله ورسوله من ورا مراته، اتجوزني جوا الشرعي، البنت بنته الشرعية. هذه يا سيبة الجواز وشهادة ميلادها، البنت بنته الشرعية يا ست ده. وصيتك بنتي ليلى، انا هضحي حياتي عشان. كتر خيرك. طلعتي هنا فين البنت؟ ما اعرفش. ما تعرفيش ازاي؟ ودي سيها فين؟ سبتها في الشارع. حد حد هيكلمني انت؟ لا ما اعرفش. ما تعرفيش ازاي؟ طلعت. شكله ايه واسمه ايه وساكن فين؟ ما اعرفش. ما تعرفيش ازاي؟ انا بموتك. انا بموتك. اتكلمي. ودي سيها فين؟ يا مجرمة. بتعيط قوي كده ليه؟ ايه اللي مات له ميت؟ طب استنى استنى، انا هضحكك. ما انتش عارف جرى ايه؟ الساعة دلوقتي 2 بعد نص الليل، وحضرتك نازل لي خط وراعة وطبل وزمر وتوتوتوت وشيكا شيكا، ولا خاين في جنبك جيران عايزين ينام. طب ما تنامي، ايه اللي حيشك عن النوم؟ الكباريه اللي حضرتك فتحته، الصالة اللي جنبك شغلتها الليلة، جاية من الفرح اللي كنت سهرانة فيه، تعبانة وهلكانة ومدروخة ومخستكة ومتكتكة، ومرضتش حتى على هدومي، ولسه هقول للسرير تعالالي يا ويكا، الاقي حضرتك شغلت لي فرقة مزيكا. لا مؤاخذة يا ست بلطية، أصل عندي ضيف زعلان ومش جايله نوم، فحبيت أنيمه على الواحدة. تحب أسمعك حاجة؟ حاضر.
يا نلتك المهببه يا واعيتك المزفته يا نلتك المنيله، جبت العيل ده منين يا منيل يا استاذ؟ انت قول لي يا ماما. قولي بقى. خطفته؟ بس طولي بالك، ما سرقتوش، ما تفتحناش. ده ابني. ابنك؟ اللي ما شفتك يوم اتجوزت ولا طلعت ولا خلفت ولا سبعت. انت قول لي اوامك ابوه يبقى مين؟ مين ابوه؟ طولي بالك يا ستي. الله، ما قلت لك انا ابوه. وام؟ امه. انا برضو امه. بسم الله الحفيظ. وانا من السنين الطويله دي كنت فاكرك راجل. لا يا ستي لا، انا امه بالتبني زي ما انا ابوه بالتبني. بالتبني؟ وهيتربى في عزك ولا هيتربى في فارك؟ بالتبني يا اخي، بدل ما تتبنى عيل اتبنى نفسك، وكل نفسك، شبع نفسك، ادفع اجره بيت نفسك. ده انت يا حسره قلبي عليك، تاكل طاقه وجوع تمن طاقات زي بعضه. هو ده مخلوق وله رزق، وربنا بيخلق حد من غير رزق؟ يعني انت جايبه علشان ربنا يرزقه، تقوم انت شفط فلفط تروح لطش. لطش ايه يا ست بلطيه؟ الحكايه اني لقيت الطفل البريء ده مرمي في الشارع على الارض، بيقفقف من البرد وبيعيط من الجوع، فصعب عليا، نويت اربيه بدل ما تربيه التروتوارات وكيزان السبارس. حاكم، ربنا يكتر من امثالك يا استاذ ملجا. شايفه؟ بيعيط من الظلم، بيعيط من الوحشية. لا يا اخويا، ده بيعيط من جوع، بطنه فاضي. عندك اكل عشانه؟ اكل؟ ايوه عندي، اعمل له شوية بسطرمة بالبيض. يا خرابي، وده ياكل بسطرمة بالبيض يا ابو عقل ممشش؟ ده لازم يشرب سوايل. سوايل؟ ايوه سوايل. عندي شوربة عدس تنفع؟ عدس؟ عدس يا منيل على عينك، انت عايز العيل يموت؟ عايز يرضى. يرضى ايه؟ لبن؟ امال عصير برسيم؟ عايز يرضى لبن؟ ما عندكش لبن عشانه؟ ما عندكش ملو وفنجان لبن؟ ما عنديش. ينسو؟ ما عنديش. كراويه؟ ما عنديش كراويه. امال انت عايز الولد يعيش ازاي؟ بالنفس؟ هتعمره جاز؟ ده لازم يرضى عشان يعيش. ايوه، لازم يرضى علشان يعيش، ولازم يعيش. نعم. والنبي تعمري وابوري الجهاز، انا هجيب له اكل وجاي حالا. اياك علان. سد يا روحي سد، قطيعه. الراجل هيودي روحه في دهي علشان كله عشان المام. الهم المام المام المام. جبت لك الاكل يا جميل، هتاكل وتنبسط دلوقتي. ممنوع ازاي؟ ده ابني ولازم انام جنبه. لا يا دلعاني، ده مش ابنك. مش ابني؟ امال ايه؟ دي بنتك. بنت؟ مش ممكن تكون بنت. ازاي؟ اوعى، قلت لك بنتك، انا غيرت لها وانت بره. تعالي يا حبيبتي، تعالي. تعالي يا بنتي. تعالي. تعالي في حضن بابا. انا ابوك يا حبيبتي. انا ابوكي وانا امك. امك اللي ولدتك. امها بركه يا اختي اللي اتنفعتي بالسلامه. اوو، تصبح على خير يا اختي. اسميكي ايه بقى يا حلوه؟ فله؟ ده انت ابيض من فل. جميله؟ ده انت اجمل من الجمال. اسمعي، انا هسميكي على اسم اجمل بنت شفتها في حياتي. ذهب. ذهب. انت عملتيها يا اختي؟ طب اقعدي بقى وكمليها. تعالي تعالي. طيب استني بقى، استنى يا حبيبة قلبي، استنى.
يقال عليه بلغلغة ويلبس كل مرقعة والناس جميعا تحسده فرغان الفن وبلبل مشلاق الحد يؤكله ويغني على من يجهله لا يسكنه ولا يذله يا بختك يا من عاشنا يجزيك الله احسانا وليت الصبح ما افطرناش وامبارح ما اتعشيناش والنهارده مش هنتعشى يا اخي بلاش مقاطعه قول ان شاء الله ان شاء الله مش هنتعشى لا ان شاء الله نتعشى اللي خلقنا مش هينسانا ضروري هيبعت لنا رزقنا من السماء من السماء ايه دي الله دي تفاحه مش قلت لك ربنا هيبعت لنا رزقنا من السماء ونعمه بالله بس التفاحه دي هتعمل ايه ده الواحد يبلعها زي الاسبرينه ملحقه عليك يا استاذ يلا قوم بينا تعالى نقعد تحت شجره بطيخ استنى انت هتعمل ايه هتاكلها اه هاكلها ليه لا دي مش بتاعتنا دي بتاعت اصحاب الشجره يلا نرجعها نرجعها ازاي يعني نلزقها في الشجره لا يا اخي ناخدها نديها لاصحاب البيت اللي هنا طب يمكن الشجره دي مش بتاعتهم مش مزروعه بجنينتهم اه تبقى بتاعتهم ولما هشوف ان احنا ناس غلابه وما عندناش فلوس وعندنا ذمه وشرف وامانه هيعشونا هيغدونا استنى انا شمت ريحه ملوخيه ملوخيه بالارانب كمان استني استني لا دي ملوخيه بالفراخ بالارانب بالفراخ بالارانب بالفراخ بالارانب بالفراخ انت عمرك دقت ملوخيه بالارانب لا وانت عمرك دقت ملوخيه بالفراخ لا خلاص تبقى بالارانب بس اديني يا الله في حاجه لقيناها تخص اصحاب البيت عايزين نسلمها للبيه او للست وايه هي الحاجه دي ما نقدرش نقول لك عليها لازم نسلمها للبيه نفسه او الست نفسها رايمانجو يا رجال كله ممكن الماس ما يمكن نبره ما يمكن ذهب ما استنى هنا انا حد الست خبر اوعى تمني ده على حاجه ولا تقعد على حاجه لحد خبر للبيه يا مرتي لا تفضل يا فندم لا والله العظيم لازم انت تتفضل الاول متشكر اول ايه ده كله ايه ده كله فين ست بلطية العالمة عشان تيجي تتفرج على البيوت اللي تهوت دي وعدنا يا رب وعدنا يعني حرام يا رب لو انا اقعد في بيت حلو زي ده طب اشتغل يا اختي اشتغل كروان الفن وبلبله مش لاقي حد يؤكله ويغني على من يجهله لا يشتمه وده يزغله الناس بلاش ان تسمعه نهارك سعيد يا ست هاني ايه نعم عاوزين ايه بقى اصل الواحد اصل الواحد لما يلاقي محفظه في الارض يقوم يجي واحد تاني يقول المحفظه دي بتاعتي هيقوم الواحد الاولاني يسال التاني ايه اللي جوه المحفظه يقوم التاني يقول الاولاني على اماره في المحفظه
يوم الاولاني يدي له محفظه للواحد. ايه الدوشه دي؟ ايه اللي محفظه واولاني وتاني وتاني واولاني؟ انتوا بتخرفوا بتقولوا ايه؟ اسمع يا هانم لو تسمحي، احنا لقينا حاجه وقعت علينا، بس عاوزين قمر عشان نحرف السكت بتاعتكم ولا لا؟ ايوه بتاعتنا، هاتوها. طب حذري فذري، ايه هي؟ الحلق الالماظ، هاتوا اوامر حلق الالماظ احسن اوديكم في داهيه. يا عوض اقفل الباب. صالح اضرب تليفون اوامر البوليس خليه يجي على هنا. ده يا ست هانم اعملي معروف، انت عايزه تودينا في داهيه؟ هو انتوا عندكم شجر بيطلع الماظ؟ امال لقيتوا ايه؟ كلموا اوام. الشجره اللي على باب البيت بتاعتكم؟ طبعا بتاعتنا، مش مزروعه في بيتنا. خلاص تبقى بتاعتنا. ما يا تيت، الشجره بتاعتكم دي بتطرح ايه؟ بتطرح تفاح طبعا. تفاح؟ طب استني شويه. الله، مستوي طبعا. مستوي؟ طب استني شويه. حلو ولا مالح؟ الله، حلو حلو زي العسل كمان. زي العسل؟ طب من فضلك استني شويه. احمر ولا اصفر؟ الله، احمر طبعا. طب استني شويه. تمام احمر. اتفضل يا هانم، التفاحه بتاعتك صحيح، احنا ما ناكلش حاجه حرام ابدا. اخراجي يا ابن الهدف. ايه ده؟ ايه الدوشه دي؟ تعملوا ايه هنا انت وهو؟ ادينا حاجة لوجه الله. حاجة ايه؟ انت مش عارفة ان التسول ممنوع؟ سمعتي دخلت هنا ازاي؟ انت فاهمة ان هنا بيت ابوكي؟ اصلهم يا سيدي سرقوا تفاحة من الشجرة اللي برا ودخلوا هنا ياكلوها. ايه؟ لا ابدا، مش عارفك يا بيه، دي التفاحة اللي وقعت من الشجرة لوحديها. ولما وقعت تاكليها انت ليه؟ لا لا ابدا، ما اكلتهاش، دي نزلت في بقي على طول. طب يلا يلا، مش كان فارغ، يلا. والنبي يا سعادة البيت ابوس ايدك، خليهم يغدونا، ده انا بقالي يومين ما اكلتش. والنبي يا سعادة البيه ابوس ايدك يا ست. يلا 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 بلا طوشه. والنبي والنبي يا سيدي. يا سعادة البيه اكبر بخاطر البنت الغلبانه دي، اصل احنا مزكاتيه غلابه والدنيا ملطشه معانا، ربنا ما يحوجكم لحد. مش عيب تبقى شحط طويل عريض كده وبتشحت؟ انت عامل زي الطور، ما تروح تشتغل. طور ايه يا سعادة البيه؟ هو في طور بيضرب مزيكا؟ ده راجل فنان وانا بنته الفنانه، بناكل لقمتنا بعرق جبيننا. وازاي يهون عليك بنتك تمرمطها بالشكل ده يا مجرم؟ حد في الدنيا يهون عليه ضلال؟ طب بدل ما توديها مدرسه، ده انت تستاهل الشنق. الاب اللي زيك انت لازم ينضرب بالرصاص. يلا على بره، امشي اطلع بره. تعال يا ميمي خليهم يحضروا لنا الغدا. اما النهارده يا موسي، موسي عامله لك ملوخيه على القالب، لكن تجنن. يعني ننطرد عشان تفتكر عشان تفاحه؟ معلش احسن منا وجيرانه كده. آدم وحواء انطردوا من الجنة عشان تفاحة. الله ما تمشي، جرالك ايه؟ يلا. مين دي؟ متهيألي شفت حضرتك قبل كده. وانا كمان فاكرك كويس. هي دي؟ ايوه هي دي، سميتها على اسم حضرتك دهب. شايفة كبرت ازاي وبقت عروسة شاطرة. ايوه. دي قريبتي، بقالي زمان ما شفتهاش. سلمي عليها، سلمي عليها. اهلا، ازيك يا قريبتو؟ ازيك يا حبيبتي دهب؟ جرى ايه؟ انت بتكلمي مين هناك؟ انا مش عارف اكلمكم دلوقتي، انتوا ساكنين فين وعنوانكم فين؟ في السيده زينب، حاره نبوت الغفير. طب والنمره؟ النمره كام؟ البيت ملوش نمره، هو اول بيت في الحاره بعد الخراب. انت قولي بس فين بيت بلطيه العالمه الف من يدلك عليه؟ ده ما يتوهش ابدا. طيب صالح تعالي اتفضلي تفاح.
انا خدت 2 كارت بس. 3 قلت لي اهو. انا مين قدامكم؟ انا غريب على كذاب. انا بقى 3. السلام عليكم. يا سلام دي طعمه قوي. طعمه قوي حلوه نسخه بابا. الحين ماما وحيد وبنته اسمها دهب. وحيد ودهب؟ ياه طب المطلوب يا بالا. فيش حضرتك سكنوا فين؟ دوري تحت الكباب، دوري عليهم على الارصفة، دوري عليهم في صناديق الزبالة. ثانية منيل الخشة اللي كنت براقع بيها المقاش. في عينك اعملي معروف، لو رجعوا تاني
او لو قابلتيهم صدفه او عرفتي مكانهم ابقوا لهم يتصلوا بيا ضروري. وهيتصلوا بيكي فين يا الدلعادي؟ في البيت اللي فيه شجره التفاح. تفاح؟ النبي تغنيني وتعوض علي. طب لو حضرتك عرفتي عنوانهم تبقي تديني خبر، وانا لك عندي هديه عظيمه. وانا هروح لك فين يا الدلعادي؟ في العنوان ده، شارع مظهر باشا نمره 107 بالظبط. مبسوطه يا ستي؟ قد انت خربتي بيتي وقطعتي عيشي. معلش ما تزعلش، انا هجيب لك فلوس، هعشيك فلوس واغديك فلوس وافطرك فلوس. ازاي بقى؟ انت هزامك 1000 جنيه هجيب لك 2000 جنيه، هزامك 2000 جنيه هجيب لك 5000 جنيه. ده انت اللي يلزمك مورستان، هتجيبي لي الفلوس دي كلها منين؟ هرقص واغني واشقلب الدنيا دي كلها فوقاني تحتاني. نعم يا حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. من فضلك احنا عاوزين واحد ويسكي، واحد كونياك، واحد فراخ، واحد حمام. لا يا فندم احنا عاوزين واحد بني ادم. يا نهار اسود، بني ادم؟ انتوا ايه، من بلاد نمنم؟ لا 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 يا فندم، احنا عاوزين واحد زبون بياكل عندكم في ترابيزه. هم في رغيف طبعا، في ترابيزه. اسمه الاستاذ فرح، هو صاحب كازينو اللي جنبكم ده. انتوا شايفين الراجل اللي بياكل في الترابيزه اللي هناك دي؟ ايوه هو ده الاستاذ فرح. بس اوعوا تقربوا جنبه، احسن ده زعلان قوي، متنرفز جدا، ده عصبي خالص، يعني لو قربتوا جنبه هيكسر الدنيا خالص. ايه رايك بقى نكلمه؟ نكلم ابوه. طب ونزعق لنا؟ نزعق له. طب ونضربنا؟ نضربه. لا اشتغلنا والحمد لله. بس تعالى بقى ما تبقاش خوان. طب اسمعي، خليك انت ورايا عشان لو حدفنا بحاجه ما تجيش ليكي. لا لا خليك انت ورايا عشان اذا حدفني بحته لحمه ام تيجي بقى. بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ باكل. بتاكل ايه؟ ولا حاجه. يعني ما بتاكلش؟ الله، مش شايفني باكل؟ ايوه انا بس على فاضي ما فيهوش اكل. ايوه بس ما تزعقش هفهمك. اصل انا عيان والحكيم واصف لي دواء لازم اخده بعد الاكل، وبما اني ملياش نفسي للاكل فانا باكل كده على الفاضي علشان اخد الدواء. اتفضلوا ويانا. متشكرين. ربنا يشفيك يا سعاده الدين. الله يجبر بخاطرك. تسمح لي بكلمه يا سعاده الدين؟ ولا بنص كلمه. طيب تسمح لي بنص كلمه؟ ولا ربع كلمه. طب تسمح لي بربع كلمه؟ اسمعوا بقى، انتوا صديتوا نفسي على الاكل، قوموا عشان بعدين اشرحكم. بس لو تسمع ده قوم. قومي. جاتكوا البلائي والبالة. ليه ليه ليه؟ ايه العمل يعني؟ مش هنعرف نكلمه؟ اسمع انا عندي فكره. ايه هي؟ لا مش معي. لا 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 مش معي. فاتني النبي تسلم من افكارك اللي يهجم. تعالي بس تعالي. جارسون. نعم يا بيه. وحياة والدك تديني مفك عشان اسلك بسناني. We'll be right back.
الراجل او الست. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة لو عالك لكل. شغلة ظهر روبك مالي شغلة يا بكيتا سلمي قلة هلا هلا هو عليكي سلمي قلة هلا هلا يا بكيتا سلمي قلة. Yeah.
ميرسي ميرسي. قولوا لي انتوا اتعشيتوا؟ لا تحبوا تتعشوا؟ ايوه بس المدموزيل دي لو اشتغلت عندي في التياترو هتنجح نجاح فظيع جدا، هتعمل انقلاب فظيع في المسرح الاستعراضي. الا قولوا لي قبل انتوا اتعشيتوا؟ لا تحبوا تتعشوا؟ ايوه انا كان يسعدني جدا انكم تشتغلوا عندي، انما الحاله دلوقتي منيله بستين نيله. لا ولا يهمك يا سعاده الدين، إذا كان المسألة عشان الكونتراتات اللي كتبناها مع التياترات التانية فدي حكاية تتدبر، إحنا نلغيها عشان خاطر حضرتك. هو إحنا هنلاقي أحسن من حضرتك ولا ألطف من حضرتك ولا أجمل من حضرتك؟ ده أنت شربات، أنت بقك قدي كده. ميرسي متشكر، بس في الحقيقة أنا التياترو بتاعي اليومين دول في حالة بطالة خالص ومهدد بالإفلاس وبغلقه بالشمع الأحمر المتوسط. ولا ينقذني غير مبلغ بسيط جدا تافه جدا. كام؟ 10,000 جنيه. لا دي بسيطة قوي 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 قوي. ذهب؟ نعم انا عاوز ذهب. ذهب؟ ما انا اسمي ذهب يا اختي تنيلي. انا عاوز ذهب عيار 24. انا احب الذهب، انا اموت في الذهب. الا قولوا لي قبل انتوا اتعشيتوا؟ لا تحبوا تتعشوا؟ ايوه. انما قول لي قبل انتوا ساكنين فين وبتاكلوا فين وبتشربوا فين وعايشين فين؟ والله الحته اللي عايشين فيها دلوقتي، قصدي العنوان يعني، هو عقده شويه يعني. احنا تاكنين في حاره جوه حاره وعطفه جوه عطفه وسقاق جوه سقاق وحته جوه حته. واذا حبيت اتصل بيكم اتصل بيكم ازاي؟ دي حاجه بسيطه قوي يا سعاده البي. عند عم عطيه البقال المتصيد في ميدان السيده، جنب عم طه اللبان اللي جنب عم اسماعيل الحانوتي. لما تقف جنابك على باب حاره نبوت الغفير هتلاقي البقال على يمينك والخرابه في وشك على طول. ما شاء الله. عن اذن سعادتك بقى اتفضلوا. مع السلامه. سلام عليكم. على العموم انا عازمكم يا جرسون، اوعى تاخد منهم حاجه. انا مبسوط، انا مسرور، انا منبعث. قولي لي انت تعشيتي؟ لا. تحبي تتعشي؟ ايوه. انا في الواقع اعتقد ان المساله دي بدها ترتيب كويس. اسمحي تسيبي اوضه النوم هنا. اتفضلي. يا مساء الحلاوه ام ملوز. يا مساء الجبنه الدبل كريم. انا في الواقع شفت بقالين كتير قوي، انما ما شفتش بضايع انضف من كده ولا المع من كده ولا اشيك من كده. فعلا. يا نهار اسود، شوف الزيتون الاسود بيلعب ازاي. يا سلام، ده مشمش اسود. ده تفاح اسود. دوقي كده، دوقي. حلو قوي، جميل جدا، ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام، دوقي والنبي الخيار المخلل. دوقي دوقي. ده موز مخلل. ده بلع زغلول مخلل. يا نهار اسكت، شوف الجبنه عامله ازاي. لا لا لا، مش معقول تكون جبنه دي. لازم شوكولاته، لازم زبده، دي لازم نوجه. تسمعي بقى تاخدي حته تعيش عشان تذوقي بقى الرنجه دي، الرنجه اللي تتاكل وهي نيه. بس يا ضغطيني يا شفطيني يا وهاطين يا حراميه يا نصابين. بس من فضلك انا صاحب كرامه وانا صاحب الدكان. اتفضل اطلع بره بقى قبل ما ارميك في برميل المخلل. لا اسمع، انت زودتها قوي، انت ازاي تكلمه باللهجه دي؟ هو جاي يشحت منك؟ ايوه، انت فاكرني انا جاي اشحت منك؟ انا جاي انفعك، انا زبون محترم. وعاوز ايه بقى يا جناب الزبون المحترم؟ ايوه عاوز بقرش ساق حلاوه. حاضر، بس اوعى تمد ايدك على حاجه. انا لا ما تخافش، دي مساله ذمه. اتفضل بقرش ساق حلاوه. متشكر. ايه رايك؟ ايه قله الادب دي؟ ازاي تاخدي السمكه؟ قولي لي تحبي جبنه ولا حلاوه؟ لا جبنه. ادينا بقرش ساق جبنه. حاضر، بس اوعوا تمدوا ايدكم على حاجه. لا ما تخافش، ما تخافش ابدا، ما تخافش. اتفضل بقرش ساخ جبن. متشكر جدا، اتفضل ادي الحلاوه. السلام عليكم. تعال هنا. فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ حق الجبن. ما انا اديتك الحلاوه بدل الجبنه. وانا خدت حق الحلاوه؟ وانا خدت الحلاوه؟ بقى اسمع، سيبك من شغل القلبان ده وناولني الفلوس. طب طول بالك يا اخي، هي الحكايه ايه؟ مفيش رحمه؟ اوعى ايدك. هات كمان رغيف. اتفضل، ادي كمان رغيف. يبقى الحساب كام؟ 3 تعريفه. لا من الاول. بقرش تعريف عيش وبقرش تمام ايدهم على الحساب. سلام عليكم. مفيش كلام من ده، بنقول الشكوك ممنوع. لا اعمل معروف، ده انا وبنتي بقالنا يومين ما دقناش طعم الزاد. من شان ما اتسممتوا يا اخي. يا
يعني خلصك ننام من غير عشاء؟ وانا مالي ما ان شاء الله تناموا من غير غطا. الهي ما يجوع لك كبد ولا يعري لك جسد يا محسن يا كريم. على الله، ده منقدم شيء بيداه التاهنيا لك يا فاعل الخير. اسمع يا اخينا، تعرف لو حتى هتقول لي نهج البرده برضه مش هشككك. ايه رايك بقى؟ يا ساتر يا رب. طب اتفضل يا سيدي، خد المزيكا دي راح. هات يا عم، ولو انها ما تسواش لقمه معفنه، انما القصد والسلام. مع السلامه. يلا يا ستي بقى ناكل سوا. لا احنا لازم نقسمها بالنص، انا اخد حقي وانت تاخد حقك. طب وما ناكلش سوا ليه؟ لا عشان انت لقمتك اكبر من لقمتي، وبقك اكبر من بقي، واسنانك اجمد من سناني. عبال ما انا اكل لقمه واحده بس تكون انت اكلت 18 لقمه مره واحده. طيب يا ستي اتفضلي اقسمي، بس اقسمي قسمه الحق. ايه ده؟ بعد نص رغيف؟ امال النص ده؟ طبعا نص رغيف، انت عينك فارغه كده ليه يا استاذ؟ طب اسمعي بقى، الجبنه دي لازم نقسمها بالميزان. بس كده يلا عند البقال. يلا يا ستي اتفضلي. اهدوا، دول لازم فران الليل. انت يا جرع انت وهي، انت يا جرع انت وهي، فين نجوم كلها؟ انتوا نايمين كده ليه في الطريق العام؟ انتوا حراميه؟ لو النبي يا شوش احنا مش حراميه. مش حراميه؟ امال ايه اللبس الشكابطه دي اللي انتوا لابسين؟ اصلنا كنا في حفله كرنفال،
حفلة مسخرة. مسخرة؟ ايوه. طيب والمسخرة اللي تبدأ فنحت؟ دي هناك في الشارع المناور اللي هناك ده شويش. طيب وايه اللي جابكم في الشارع العتيم دي؟ اصلنا مستنيين قرايبنا حيفوتوا علينا بالعربية. حيفوتوا عليكم يدهسوكم؟ لا يا بيه، حيفوتوا علينا عشان يركبونا ويروحونا. ايوه. ودي تيجي تستنوا قرايبكم في الطريق العام؟ اتفضلوا معاي، دي انتوا لازم تستنوهم في حتة تليق بالمقام. فين؟ في الكراكون. لا متشكرين قوي، ربنا يجعله عامل، خليها مرة تانية. فزكم بقول لك انت وهي. استنى استنى يا شويش، بقول لك قوم بس. طب بالك قوم يا بيه، قوم قوم بالك. طب استنى يا شويش، بقول لك انت بقول لك. ما شاء الله، تعالي في حضني تعالي. انت ساكنة فين؟ قاعدة فين؟ مزروعة فين؟ ده انا داير الف عليك بالعنوان اللي اداهوني ابوكي. الله يخرب بيت ابوكي، كان بيتهيألي ابحث الارض واطلعك منها. ده انتوا وشكوا عليا وش الساعة. وشك علينا وش السعد برضه. غريبة قوي، انا قبل ما اشوفكم كنت مهدد بالافلاس والصياعة وقفل التياترو، انما بعد ما شفت وشك ووشها، الفلوس قالت لي خد في جيوبك، والسعادة قالت لي خد في سنانك. الا قولي انت اسمك ايه؟ انا اسمي وحيد الشهير بألفونسو. ما شاء الله، خلي وحيد عشانك واديني ألفونسو علشان اعمل بيها الاعلانات، اصل الناس تحب الاوانطة، تحب التسجيل، واسمك فيه حاجة جميلة اوي، ألفونسو ألفونسو. قولي انتوا لازم تيجوا معايا. على فين؟ عدتي ياترو، هكتب لكم كنتراتو الى الابد. حاضر تعدي فيها. يلا قولولي انتوا تعشيتوا؟ لا. تحبوا تتعشوا؟ ايوه. هتتعشوا، هتنبسطوا، هتتسطنوا. ازاي؟ بالمزيكا. Shut it.
وتطير. سعيدة يا خواجة ألفونسو. سعيدة؟ ازيك يا بنت الخواجة ألفونسو؟ الحمد لله. يا سلام يا سلام، سبحان من أبدل المدمس بالحمام. على فكرة قولوا لي قبلها، انتوا اتعشيتوا؟ لا. تحبوا تتعشوا؟ ايوه. على العموم انا مبسوط جدا، سعيد جدا، ممنون جدا، فرحان جدا. انا عيان جدا. انقذنك يا اختي انقذنك، اوبزيت ليس بوبتا. اتفضلي يا ستي، ادي الشيك بألف جنيه عربون لفيلم سينمائي. هيب هيب. يا ستي ادي الشيك بألف جنيه عشان رحلة لبنان وسوريا. هيب هيب. كمان يا ستي وادي الشيك تالت علشان رحلة للعراق. هيب هيب. اتفضل يا ستي ادي الشيك عشان تونس ومراكش والجزائر. هيب هيب. لا 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 لا. يا ماما من حضرتك؟ البروفا الفونسو بيه. من فضلك 18 بدلة عاوز البسهم بكرة، انت عارف انا راجل عندي حفلات وعندي اجتماعات. يا مدموزيل اوي مدموزيل جبل روب تري جولي تري مودرن باردون. باردونك معاك يا اختي. ليه ليه ترا لا 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 لا. أنا البريمو. وأنا اللي كسبت البريمو، أنا اللي سحبت البريمو بس من دينه. وأنا أبو تفضلي يا فندم تفضلي. انا يمكن جيت في وقت مش مناسب. بالعكس يا فندم، ده بيتك ومطرحك. ميرسي قوي متشكر. انا شفت صورتك في الجرايد انت والمدموزيل، فقلت لازم اجي اهنيكم، وخصوصا عاوز اهني المدموزيل الصغيره قوي. انا هانم صغيره قوي سنا لكن كبيره قوي فنا. ما انا عارفه كل الجرايد بتتكلم على نجاحك المدهش ونجاح الاستاذ كمان. حضرته مش اسمه الاستاذ كمان، حضرته اسمه الاستاذ الفونسو، وحضرتي بنت الفونسو. وحضرتي الاستاذ فرح، فرح فزة. الا قوليلي انتي اتعشيتي؟ افندم يا بيه. يا نهار اسكت بيه مرة واحدة. انت معمولة من ايه؟ من ملبن يا ملبن. بتشربي ايه؟ شربات يا شربات. انت تسمح يا استاذ فرح؟ عاوز ايه؟ تسمح تسمعني على التياترو؟ تياترو يخرب بيتك، هو ده وقته؟ اصل انا بتفق مع الانسه عشان نتعشى سوا. اسمع بس، اصل عندنا بروفا. بروفة ايه بس؟ هو ده وقت البروفات؟ بروفات هتسيبني يا اخي؟ استنى بس، اصلها دي قريبتي. ايه؟ رخبة قريبتك؟ ايوه قريبتي. طب يا سيدي اطفعها بالهنا والشفا، انا رايح على التياترو حاسبك. كل اندخ منك لله يا الفونسو يا ابن بديعه. ما تتفضلي اقعدي، انت لسه ما تعبتيش من الوقفه. مدموزيل الفستان. طب يا اختي ما تستني شويه، ما انت شايفاني مشغوله مع الضيوف. استني شويه. ايه يا ماما؟ ايه ده؟ البروفا لازم الفستان يخلص الليله. اتفضلي اتفضلي اعملي بروفا جوه. بتسمحي يا مدموزيل تتفضلي في الهواء؟ بيتك حلو قوي. ميرسي يا فندم اتفضلي. ميرسي. انا رحت لك في
العنوان القديم لقيتك عزيز. ما اصل البيت اللي هناك ده كان رطوبة شوية، هنا احسن مش كده؟ طبعا احسن قوي. تعرف انا لما شفتك اول مرة صورتك انطبعت في ذاكرتي، بتهيألي انها امبارح، بتهيألي انها قدامي دلوقتي. يا سلام، للدرجة دي؟ ايوه، انا شايفاك قدامي دلوقتي وانت لابس هدوم كده مقطعة ومهلهلة. كانت جزمتك فيها شبابيك وبلكونات. تمام، وكانت دقنك كده زي مروحة الحاتي. يا سلام، تصوري وشك الجميل ده فضل مطبوع في ذاكرتي من يوميها لحد دلوقتي. يا ترى مصدقاني؟ صدقك يا استاذ. كنت ليلتها لابسه فستان لونه كحل. تمام، وكنت لافه شعرك الجميل ده بإشارة برضه كحل منقط بابيض. تمام، كان الإشارة جنب شعرك كحلي لكن جنب خدودك ما كانش كحلي. كان ايه؟ كان وردي، لون خدودك كانت زي لون الورد. ده انا كنت زعلانة وكنت بعيط بالدموع. ليه؟ لاني كنت عاوز اعرف مصير الطفلة المسكينة دي هيكون ايه؟ ومصيرها يهمك في ايه؟ انت تعرفيها؟ ايوه، دي قريبتي. قريبتك؟ ايوه، بنت عمي. بنت عمك؟ ايوه، وكنت بنجيها من الموت. ازاي؟ مرات عمي كانت عاوزاني ارميها في النيل. ليه؟ لان عمي خلف البنت دي من واحده فقيره، اتجوزها في السر، فمراته اعتبرت المسألة دي وصمة عار وصممت انها تتخلص من الطفلة المسكينة دي وتموت. يا حفيظ، هي الدنيا فيها بني ادمين وحوش بالشكل ده؟ طب والطفلة المسكينة البريئة دي ذنبها ايه؟ الذنب ذنب الاب. ابوها دلوقتي بيتعذب لان ربنا ما بيسيبش طار المظلوم. طب وامها؟ امها فين؟ امها ماتت بعد ما ولدتها على طول. لا حول ولا قوة الا بالله. البنت بختها كويس، وقعت في ايدين راجل عنده ضمير. انا عملت الواجب اللي بتحتمه الانسانية على كل انسان. اهو ربنا جزاك كل خير، البنت كبرت وبقت مشهورة. دي بتكسب 100 جنيه في الليلة الواحدة. 100 جنيه؟ ايوه، ربنا اكرمنا والحمد لله بعد الفقر والغلب اللي شفناه. انت تستاهل كل خير. مرسي، انما قوليلي انت عايشه مع مين؟ عايشه فين؟ انا مع عمي ومراته. يا خبر، وازاي قادره تعيشي مع الوليه المتوحشه دي؟ اصل انا يتيمه من الاب والام، اتربيت عندهم وسقوني المر من حد ما تعودت عليه. هقول لك ايه، ادي حال اليتام. قال على راي المثل، اللي بلا اب ولا ام حالته تحسر وتهم. مدموزيل دهب، انا عاوز اقول لك، قصدي قلبي. وانا كمان قلبي. ايوه، لكن انا بتكلم جد. وانا كمان ما بهزرش. بالذمه صحيح؟ والنبي صحيح. اهو انا زعلان منك دلوقتي. ليه؟ لانك ضيعتي 8 سنين كان ممكن يكونوا اجمل سنين حياتنا. بالذمه صحيح والنبي صحيح. الكلام ده بتقوله من قلبك؟ ايوه من قلبي.
بس فاضل حاجة واحدة ما قالهاش قلبي. ايه هي؟ هلا هلا على الجدة، هلا هلا. انت جاية هنا عايزة ايه يا دهب؟ ايه اللي جابك هنا؟ رجلي يا استاذ. طب روح هاتيلي كوباية مية. مية؟ الدرع جنبك يا استاذ. استاذنا انا بقى. طيب يا فندم اتفضلي. البنات التانيين بيعرفوا ازاي يخلوا ابواب الشغل تتفتح قدامهم. انا مش من البنات دول. الله الله، يعني عايزانا نموت من الجوع جنبك؟ ما كنتش تساعدينا على المعيشه من دلوقتي يبقى فايدتك ايه؟ بحضرتك فايدتك ايه؟ فايدتي ايه؟ انا راجل. وما دمت راجل ما بتشتغلش ليه؟ اشتغل؟ ادي اللي كان ناقص، انا اشتغل. قال هو مين اللي لازم يشتغل، الراجل ولا الست؟ الست طبعا. يعني عاوزني انا اشتغل وانت تقعد في البيت؟ طبعا لازم تشتغلي ولازم تسف في التراب عشان تجيب لنا فلوس. ده حقنا عليكي، احنا مش قرايبك. انتوا مالكوش حكم عليا. ملناش حكم عليكي ازاي؟ انت قصدك ايه؟ اسمعي يا بيت، انت زمان كنت هبله وعبيطه، ايه اللي قلبك القلبه المنيله دي علينا؟ انت رحت فين؟ قولي انت كنت فين؟ اسمعي، ده احنا نموتك. لا، ده احنا نشرب من دمك. مين حضرتك؟ دستور. هي الست دهب اسم الله عليها مش موجوده؟ دهب عاوزاها ليه؟ لا، تعطرت عليه، دورت عليه بمنكش لحد ما طلعته. هو مين؟ سي الفونس، يا اخي جاته مانجا فونس لما تلزق في حلمه ودنه. انت بتخرفي تقولي ايه؟ الفونس ده مين؟ الافندي اللي الست دهب بتدور عليه، دي سالتني عنه ولا 100 مره. سالت عليه؟ ويطلع مين الافندي ده؟ الواد الكحيان العجمان اللي كان ساكن عندي، دلوقتي بقى استاذ قد الدنيا وبيلعب بالفلوس لعب. شفته امبارح في التياترو هو والبنت اللي لقاها، دي بتكسب 100 جنيه في اليوم. لقاها؟ لقاها فين؟ لقاها في الشارع، وكانت لقية الهنا، لقية العز. الظهر اهلها ناس كبار حبوا يتخلصوا منها، القصد رباها لحد ما كبرت وهي بتكسب جنيهات. والحكايه دي حصلت امتى بالظبط؟ من 8 سنين تقريبا، كان أول يوم في عيد رمضان. يوم الحفلة. والبنت اللي لقاها دي شكلها إيه؟ بيضة وحلوة كده، باين عليهم أهلها ناس تراكوة. طيب الست دهب دخلها إيه في الموضوع ده؟ أنا عارفة، يظهر إن البنت دي بنتها ومخبية على أهلها. سامحني يا رب، سمعها على اسمها، دي دهب ودوكها دهب. سامحني يا رب، يظهر واحد ابن حرام ضحك عليها، خلف منها البنت، احتست بيها رمتها في الشارع. سامحني يا رب. ملياش دعوة، اديني جيت ودوها خبر. خلوها تفوت عليا اوامك علشان ادلها على طريقه، اصل عوبان عندكم طلع الحجاز السنة دي، قطعت التذكرة خلاص في بابور البحر، تفوت اوان قبل ما اطلع. النبي تغفر ذنوبنا وتسامحنا يا رب. تقعدوا بالعافية. دهب كذبت علينا. البنت ما ماتتش. وبتاع
تكسب 100 جنيه في اليوم. مين عارف، يمكن البنت اللي بتقول عليها الوليه دي مش بنتك. انا قلبي بيقول لي انها بنتي. دهب اللي حدلنا على الحقيقه. تعال. انت تعرفي حد اسمه الفونس؟ الفونسو؟ انا ما اعرفوش خالص. اسمعي، اما كنتش هتقولي لنا على الحقيقه مش هخلي الدبان الازرق يعرف طريقك. خلص، خلي اكبر حته في جسمك قد كده. اتكلمي انطقي. فين بنتي؟ دي مش بنت. مش بنت ازاي؟ دي لحمي، دي دمي. انا اتجوزت امها بالحلال وخلفت منها بالحلال. دي امها فاطمه الله يرحمها ويحسن اليها، كانت زي اختي تمام. ربنا يجعل مسواك الجنه يا فاطمه يا اختي. لازم البنت ترجع في حضن ابوها. لازم البنت ترجع في حضن مرات ابوها، في حضن امها الجديده. حرام عليكم، سيبوا البنت دي في حالها، سيبوها للراجل اللي رباها. اشمعنى دلوقتي بس اعترفتوا انها بنتكم؟ مش دي اللي ايام ولادتها كانت عار وفضيحه ما يداريهاش الا الموت. اخرسي قطع لسانك كدابه، احنا ما قلناش كده. ليه، هو احنا دول للدرجه دي؟ ده احنا معانا الاوراق الرسميه اللي تثبت حقنا. يلا دلينا على وطرحها. معرفوش معرفوش. انا موجود في مكان اخويا. ده انا سيح دمك. كلمي انطقي. قولي قولي قولي. كازينو الف ليله. من فضلك فين قطر الاستاذ الفونسو؟ الاستاذ الفونسو؟ ايوه الفونسو. ايه، وما فيش حد هنا ولا ايه؟ نستناهم ان شاء الله لبكره. هو احنا ورانا حاجه غير دي؟ يا اختي عليك يا حلوه يا اموره. تعالي تعالي في حضن بابا يا روح قلب بابا. ده ابوك يا حبيبتي، ده ابوك الاصلي. انتوا مين يا حضرات؟ انا منير بيت ديناري، والد البنت دي. وحضرتها ميمي هانم الديناري مراتي، وحضرتها الانسه دهب بنت اخويا. اهلا وسهلا، تشرفنا خالص. وعاوزين ايه حضرتكم؟ عاوزين بنتنا. ايوه عايزين بنتنا اللي من لحمنا ودمنا دهب. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ يا استاذ يستحسن ننهي المساله بيننا وبين بعض. ايوه، ومفيش داعي للبوليس والنيابه، لان حقنا مثبوت وواضح، وادي الاوراق الرسميه اللي تثبت ان احنا اهلها. اهلها؟ وكنتوا فين حضرتكم من زمان؟ ما دورتوش على بنتكم ولحمكم ودمكم ليه من زمان؟ جايين دلوقتي تقولوا عليها انها بنتكم؟ الله، ده ايه، ما كناش عارفين طريقها فين. ايوه، دي بنت اخويا هي اللي قعدت تبحث وتدور لحد ما عرفت طريقها فين. كده بقى انت الجاسوسه اللي دريتيهم على طريقها؟ وحيد، بس ارجوكي كفايه تمثيل بقى. علشان كده كنت جيالي تبلفيني وتغرري بيا علشان تعرفي كل حاجه عن البنت. عاوزه تطمني اهلك على انها بقت غنيه، ودلوقتي جايباهم علشان ياخدوها بعد ما رموها في الشوارع السنين الطويله دي كلها. لكن ده بعدك، امشوا خرجوا بره كلكم، انتوا عصابه لصوص. بس بلاش تهويش، سلمنا البنت احسن لك. دي نجوم السماء اقرب لك منها. انت مش قدنا، احنا نقدر نوديك في 60,000 داهية، انت فاهم؟ ده انا اللي هوديكم في داهية لو ايديكم اتمدت ناحية البنت دي. دي بنتي، انتوا سامعين؟ بنتي، دي بنتي وحياتي كلها. ده انا اللي مربيها على ايديا دول، ده انا اللي تعبت فيها، ده انا اللي شفت الويل لحد ما خليتها بقت كده. دي روحي، روحي اللي انا عايش بيها، حياتي اللي ما اقدرش استغنى عنها. جايين دلوقتي عايزين تاخدوها مني كده بكل بساطة. ده انا موتتهم، ده انا قطعك وحيدك بسناني. تعالي يا حبيبتي تعالي، احنا هناخدها منك بالقوة. اوعى، ده مفيش قوة في العالم تقدر تاخد مني ده. انا هاخدها. تاخد من خدك ربنا وانا اعرفك يا راجل. انت ايه يا اختي التلاح دي؟ اختيش يا بنت، عيب ده ابوك. ابويا مين؟ انا ما اعرفوش. انا ماليش اب غير بابا، ده هو ده ابويا، هو ده امي، هو ده عيلتي كلها. انا فتحت عليا في الدنيا دي لقيته هو اللي قدامي.
كلامي، هو اللي رباني، هو اللي وكلني، هو اللي كساني. انا ما اقرب لكوش، حشم عني يا بابا حوش. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، انا جنبك وهفضل جنبك طول حياتي يا حبيبي يا بابا. يا اخر مره بقول لك اديها البنت. مستحيل تبقى انت الجاني. اوعى ايدك، اوعى تمد ايدك عليها. تتعرف يا اسود، قوم يا بيه، قوم. معلش حقك علينا. اوعى معلش. يلا يا بيه، انا هعرف ازاي اقدمه. انا هموته، انا هقدمه زي ما يقتلوا الكلاب السعاره. يلا يا بوكيت، يلا يا منير، يلا يا بوكيت. من قال لك تيجي في الدرج؟ يخرب بلياتشو. اه بلياتشو، مش بلياتشو. لا بلياتشو. طب خد، طب خد، طب خد. الله 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 الله. طب خد، طب خد، طب خد. يا عيني بلياتشو. اه بلياتشو. نو بلياتشو. لا بلياتشو. طب بص، الله الله، انت قليل ادب قوي. ايه؟ طب بص، طب بص، طب بص يا بابا. صح يا ستي، قول ان انا بلياتشو. اه بلياتشو. هو ده يبقى كلام معقول ان انا بلياتشو؟ ده انا بسقي الناس العطشان حردا من ماقه الدرع الفولاذيه طردا، وهزمت فريق الدرزانه طردا بلعب للكرات الارضيه. صح يا ستي، يقول ان انا بلياتشو من غير ما يقول انك بتقول انك بلياتشو. يتلم من دمك بلياتشو وابوك بلياتشو، كل ان انا عارفك بلياتشو وابوك بلياتشو. ما فيش في كلامي اي مغلطة. من خمسة سيا وخمسة نجاة واحدة ونص غلطة. اما النص التاني قضيته في رحلة ما بين امريكا وطنطا على رجلي ثم دي وبعدش ويا بقيت بلياتشو. كبت عليه والنبي مسكين، بس الناس دول مش عارفين. كبت عليه والنبي مسكين، بس الناس دول مش عارفين. بتفرفشهم وتضحكهم وانا في الواقع قلبي حزين. اشكي لمين واحكي لمين؟ وانا في الواقع قلبي حزين.
البلياتشو دمه هبيب البلياتشو ده شكله هبيب البلياتشو حتى بمعروف بشروناتشو البلياتشو البلياتشو انا بلياتشو؟ اه بلياتشو نو بلياتشو لا بلياتشو طب خد طب خد طب خد تقليل ادب قوي طب خد طب خد طب خد اي اخس عليك سوفاش لخبط لي شعري بصوري حضرة الضابط صيدة حضرة الضابط نعم في ايه؟ بنت جوزي خلفها جوزي وربها جوزي وصرف عليها جوزي وبعدين خطفها واحد حرامي والحرامي ده مين؟ حضرته؟ الانضاق لا 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 ده يبقى جوزي هو ده وش حرامي هو ده شكل حرامي ده غلبان ده عبيد ده اهبل ده بريالة ايوه انا عبيد انا اهبل انا بريالة اللي سبت الحرامي ده يسرقني ومين هو ده حرامي ده اللي سرق؟ ولد ارتست اسمه ألفونسو في كازينو ألف ليلة هو اللي سرق بنتي وعمال يشغلها ويستغلها بيشغلها في ايه؟ بتغني وترقص وهي لسه ما بلغتش سن الرأس اعمل معروف يا حضرة الضابط رجع علينا بنتنا انقذ شرف العيلة اللي عم تمرق في الوحش شرف العيلة؟ انا جبتي على شرف العيلة يا دهوتك على شرف عيلتك من بدري ناويين سجارة اوام دماغي حطرشة خلاص يا اخواتي حطنقص سجارة سجارة اوام هو خدها وراح بيها فين؟ عالكباريه على المسخرة وقلة الحياة وقلة الحشمة لوحدهم؟ لا كان معاهم بنت اخويا مدموزيل صغيرة عمرها 16 سنة يا خبر دي قاصر وخطفها اخرى الاتنين يا حضرة الضابط الجوز اخدهم من حضن اهلهم اخدهم من العز والنغنرة والفخفخة ووداهم للشخلعة والهنكرة وحبيبك يوم واصل ده باين عليه مجرم خطير لكن التانية خدها يعمل بيها ايه؟ يعمل بيها ايه؟ يعمل بيها ملوخية يرقصها هي الاخرى يرقصها ضحك عليها ووعدها بالزواج ومين عارف يمكن كتب كتابه عليها وزمانهم بيزفوهم على بعض الحقنا قوم يا حضرة الضابط انجد أيوة نعم معروف حضرة الضابط الو اديني النيابة اتمخ طاري 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 يا عروسة واتشخ لع 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 يا عريس اتمخ طاري 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 يا عروسة واتشخ لع 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 يا عريس يا عزل زل 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 جاك حوسة وان شاء الله يغيب فاك اوتوبي اسم اختاري طاي طاي يا عروبا وشك لا 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 يا عاري يلا يا سيدنا الافندي زل زل جاك حوسى يلا يا خويا وانت عمي بفاك اوتوبي الشمع يا روح قلبي قدوه ليك دفع لك فيه اربع ساخ ونحاس البيت رهنوه اهلك وجابوا لك يا حبيبتي مزاج اسمك طاري 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 يا عروبه وتشخ لا 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 يا عالي يا ابو علي يا ابو علي مناخيري اشمعنى اه لو
سيدي يلا هعلمها واكل من بيتنا يلا زكاة عن عافيتنا يا روزة نوزة كوانوزة يا نيزي نيزي كوانيزي نزنيزي ما في زيك في الدنيا روزة ولا قدك في الدنيا عريسي يا باب عينيها وتحبك والعشرة تطول ولا تظهر برا يا عريس غير في السنة مرة يا عريس وبلاش هدومية يا عريس ايوه بلاش مهومية يا عريس يا روزة النوزة يا عريس النيزي كوان نيزي نتنيزي قالك عايز اكل كوسه وانا كانش قوانها وابقيه انا اصغر منك يا عروسه لكن اعرف عنك يا عروسه وبلاش عزوبيه يا عريس وبلاش فهوميه يا عريس ادي الزفه الحلوه الخفه مش لا 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 يا وليا غلبانة ايه ما اختاري طريقاري يا عروسة واتشخلع لا 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 يا عريس يا عزونزون زوخ زوخ جاك حوسة احسن امسكك البوليس عمرك كم سنة؟ عمري 90 سنة يا سعادة البيت سكوت 90 سنة ازاي؟ ده انت عمرك ما يزيدش عن 9 سنين ما انا عمري 9 سنين صحيح انما كل سنة من 9 سنين دول قسيت فيهم عذاب 10 سنين سعادتك مش حافظ جدول الضرب اضرب 9 في 10 يطلعوا 90 سكوت اسمعي يا دهب اللي اسمه وحيد الشهير بألفونسو اللي جوه القفص ده متهم بخطفك فايه اقوالك وماله لما يخطفني هي القطه مش بتخطف ولادها عشان تحطهم في حته مضمونه وكويسه سيد الرئيس اطلب تسكيل هذا الاعتراف لا 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 ابدا يا حضره القاضي هو ما خطفنيش انما الست دي والراجل ده هم اللي عاوزين يخطفوني عاوزين يعذبوني عاوزين يموتوني عاوزين يخنقوني سمعت بنت بقى صفت الرقبه عماله تقول ايه انا مش قادره استحمل زياده عن كده طولي بالك شويه ما نشوف اخرتها انا فتعت عليا في الدنيا دي ما لقيتش جنبي غير بابا ده لما كنت بجوع ما حدش كان بيوكلني غيره لما كنت بعيا ما كانش حد بيدويني غيره وعشان كده انا ما بحبش حد في الدنيا دي غير بابا ده هو ده روحي هو ده قلبي هو ده عقلي وإذا خدتوا مني عمود هنتحر حموت نفسي أعمل معروف يا حضرة القاضي أبوس إيدك انصرني انصرني اجبر بخاطري الله يجبر بخاطرك يا رب كل اللي قالته دهب صحيح يا حضرة القاضي الأفندي ده ما خطفهاش بالعكس ده هو اللي أنقذها من الموت وهي لسه طفلة عندها يومين رباها وتكفل بيها على الرغم من إنه إنسان بسيط وفقير
حرم نفسه علشانها وضحى بحياته في سبيلها وسبيل هنا. وانت عرفتي المعلومات دي كلها منين؟ انا تتبعته يوم ما لقاها وشفته بعيني وهو بيحنوا عليها في الوقت اللي محدش عطف عليها ولا حتى اهلها دول. واكبر دليل على حسن معاملته لها حبها الشديد له. لكن الراجل ده عاوز يخطف البنت دي والبنت دي مش عاوزه تروح للراجل ده، لان الراجل ده بيعطف على البنت دي والبنت دي بتحب الراجل ده. اما الراجل ده حد يخطف البنت دي فالبنت دي ما راحتش للراجل ده. ايه الكلام اللي بتقوله ده بزورة؟ لازم توضح كلامك، لازم تنور المحكمه. العفو يا سعاده البي، نورك كفايه. يا حضرات المستشارين، امامكم الان دليل واضح لا يقطعه الشك، فهذه الطفله البريئه المسكينه أغراها هذا الفاجر المجرم فامتثلت لأمره وعاشت في وكره. ولما عرف أهلها مكانه وأرادوا أن ينتزعوها من بين براثنه ويطهروا نفسها من الجريمة والشر اللذين تعلمتهما على يديه، شعر هو أنه سيفقد موردا هاما في حياته، فلم يخش الله ولم يشفق على هذه الأم الكريمة وهذا الأب المكلوم، بل استمع لصوت الشر الذي يدوي في أعماق نفسه، وأراد أن يستغلها أبشع استغلال، فدفع بها إلى الصالات والملاهي وهي لا تزال طفلة بريئة. أي جرم أفصع من هذا الجرم؟ إن مثل هذا المجرم لا يستحق شفقة ولا رحمة، إنه يستحق حكما رادعا له ولأمثاله من أعداء الإنسانية. إنني أطلب أقصى العقوبة كما أطلب الحكم لموكلي بالتعويض المدني، وهو مؤقتا قرش ساغ واحد. يا سلام، ده حضرتك عامل القصة دي كلها عشان قرش ساغ واحد بس؟ طب اتفضل اهو يا سيدي. يا حضرات المستشارين، اسمحوا لي اني احتج على وجودي في هذا القفص بين القتلة والمجرمين. القفص ده مش مكاني انا، ده مكان حضرة المحترم ده. اهو اتكلم في الموضوع من فضلك. هل البنت دي بنتك؟ البنت دي مش بنتي صحيح، هي بنت منير بيه الديناري. سيد الرئيس، اطلب تسجيل هذا الاعتراف. سجلوه زي ما انتوا عاوزين. يا حضرة القاضي، انا بعترف ان منير بيه ابوها، فهل يسمح حضرة المحترم يقول لنا فين امها؟ مين امها؟ فين ام دهب؟ سيد الرئيس، اني احتج على هذا السؤال. جرى ايه يا استاذ؟ نعم، بقى السؤال اللي عجبك تقول اطلب تسجيل هذا الاعتراف، والسؤال اللي ما عجبكش تقول احتج على هذا السؤال. هي الحكايه ايه؟ مفيش نقاوه يا استاذ، حال الوحش كله على بعضه. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم وإحالة القضية إلى المحكمة الشرعية لإثبات جنوة الطفلة. 9 سنين والبنت دي معتقدة إنها بنتي وأنا أبوها، فهل من العدل إنهم ياخدوها مني بعد ده كله؟ أنا عاوز أفهم مين هو الأب الحقيقي للطفل. هل هو الشخص اللي يخلفه ويرميه في الشارع، ولا الشخص اللي يعطف عليه ويربيه ويهتم بأمره؟ دي مشكلة اجتماعية خطيرة، مشكلة عاوزة تفكير، مشكلة عاوزة حكم عادل، عاوزة عطف، عاوزة رحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا فوضت أمري إلى الله ولكم، وإنتوا اللي تحكموا حكمكم العادل، وأنا عارف إنكم مش هترضوا تحرموا أب من بنته ولا بنت من أبوها. أحكم حضوريا بثبوت بنوة الطفلة ذهب لوالدها منير بيك الديناري، وأخذ تعهد على المدعو وحيد الفنصو بعدم التعرض لها. مستحيل، مش ممكن، دي بنتي، دي حياتي كلها، ما حدش يقدر ياخدها مني ابدا. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ، اتفضل بيتك ومطرحك يا استاذ. ان ما شلتكش الارض هشيلك جوه عينيا. كتر خيرك يا ست الحاجة، الجيران قالوا لي انك رجعتي من الحجاز قريب. ايوه يا ابني، عقبالك ان شاء الله. اعمل ايه؟
لقيت الدنيا رايحة باللي عليها، مش دايم فيها إلا كلمة المعروف. اللهم احسن ختامنا جميعا يا رب. قولي لي يا حاج، البدروم بتاعي لسه فاضي؟ قولوا 120 ساكن، مرضتش أسكنه أبدا، زي اللي كان قلبي حاسس إنك هتلف تلف وترجع. واديني رجعت له. الحمد لله على السلام، أنا بلغني كل شيء عندها. ما تزعلش ما تحزنش. مش قادر على فراقها، مش عارف للدنيا طعم من غيرها. وحيد استاذ وحيد، وحيد ده في خطر يا وحيد، واقف على كل مشي العماره وعاوزه تنتحي، او النبي عاوزه ترمي نفسها من 10 دور. مش عاوزه تقعد معانا ابدا، عملها مستحيل، مفيش فايده. روح معاك، منزلي سينخرب والتياترو سينقفل. حبينا نمنحها عندك بالذوق بالسياسه، مفيش فايده. هابط وضعي فوق الكورنيش وعهد انت ترمي نفسها من فوق. الحقنا على المعروف. وحيد مش عقرب لها، لكن لما تشوفك هتغير فكرها. نجيها يا معروف، ربنا ينجيك. نجيها. يا سلام، بقى انتوا عاملين الحاجات دي كلها عشان دهب؟ الوحش الكاسر بيتحرك قلبه ويشعر بعطفة الأبوة لما يعرف ان ابنه في خطر. انا ضميري صحي، حسيت بفظاعة الجريمة اللي ارتكبتها. انا مش عاوز منك حاجة ابدا غير انقاذ الطفلة المسكينة دي. انا بتنزل لك عن كل حقوقي، انت ابوها، انت اهلها، انت كل حاجة لها في الدنيا. أنا مش عاوز إن حياتها تنتهي نهاية مؤلمة زي ما بدأت بداية مؤلمة. نجيها، انقذها، هبوس إيدك، هبوس رجلك، هعمل معروف. يلا بينا. أكبر بخاطرهم يا رب، نجيها بحق جاه النبي يا رب. كلمة واحدة بس. طيب سيبني ابص لك واملى عينيا بصورتك في شوية الدقايق اللي فضلها. انت مجنونة، تعالي يا دهب، تعالي عند بابا اللي بيحبك. ما تتعبش روحك، انا غلط، هموت هموت، ارمي نفسي على ده. ترمي نفسك ازاي؟ انت ما تعرفيش ان اللي يموت نفسه ربنا ما يسامحوش ابدا. معلش، الموت هو اللي هيريحني من العذاب اللي انا فيه، وضروري ربنا هيسامحني ويغفر لي ذنبي لانه عارف اني مظلومة. يا سلام يا سلام يا دهب، كلامك حلو، انت عندك حق، صحيح الدنيا ظلمة وغدارة وقاسية على المساكين، وعلشان كده انا هطلع جنبك. بتعمل ايه يا مجنون؟ خليك عندك وهتتحرك. انا هموت معاكي، احنا عشنا سوا ولازم نموت سوا. خليك انت عبيط، اتمتع بالدنيا والجو الدهب اللي بتحبها. مستحيل، انا مش عاوز اعيش، انا كرهت الدنيا، الدنيا الغشاشة دي والخداعة. تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي ودعيني، تعالي ابوسك بوس الوداع.